شركة هيونداي معروفة بالسيارات، وبذات الوقت هلا عنا الفرع القسم ديفيجن تبع الكونستراكشن ايكوبمنت من 2013. فنحن موجودين بالمعرض هون، هذه رابع سنة بننزل بالمعرض. نورتوا انبوكسينج مينا، يا ريت بتخبرنا شوي عن الشركه تبعك. اوكي، اسمي غسان غاز الدين، انا مدير عام تبع شركه هيونداي قسم المعدات الثقيله. نحن شركه هيونداي معروفه بالسيارات، وبذات الوقت هلا عنا الفرع القسم الديفيجن تبع الكونستراكشن ايكوبمنت من 2013. فنحن موجودين بالمعرض هون، هذه رابع سنه بننزل بالمعرض. والدومين تبعنا كل شيء اسمه حفارات، وكل شيء اسمه رفوش دولاب وسكيت ستير لودر وفورك ليفت اكسترا. والانتباه نحن عم ننزل صرنا من 2013 عم ننزل بالمعرض بالبروجكت تبعنا كل سنه. كنا ننزل ناخذ 2 ستاند، واحد اندور واحد اوت دور للهيفي جوتي كوتنت. هلا عم ناخذ بس اندور لانه السوق كل ماله عم بيزن، بتعرف الوضع الاقتصادي بالبلد. وهالسنه بتصور انه هالسنه مش مثل السنه الماضيه. يعني السنه الماضيه كان كثير احسن، بس اكيد نحن فاهمين الوضع انه الوضع الاقتصادي هو اللي جاب هالشيء هذا. بنتامل انه السنه الجايه يكون احسن. يعطيكم العافيه وتشرفنا. الله يعافيك.